رجل مسافر أما جماعة مقيمون ماذا يفعل؟ أما إيش؟ جماعة. نعم. مقيمون. ما يمكن تقول مقيمون. يا إما تكلم باللغة العربية ولا تركها جاهلة. أما جماعة مقيمين. نعم. ماذا يفعل وهو في داخل البلد؟ هل يقصر الصلاة أم يتم؟ السنة أن يقصر الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأهل مكة عام الفتح. فكان يصلي بهم ركعتين ويقول أتموا فإن قوم سفر أي مسافرون، فيصلي ركعتين ويقول لهم قبل أن يشرق الصلاة إني سأصلي ركعتين وإذا سلمت فأتموا. وينبغي للإنسان أن يفعل هذا لأن هذه السنة ميتة الآن، يعني لو فعلها إنسان إن كان من لا يشار إليه بالعلم فإن الناس سيصحون في وجهه ويخطئونه، وإن كان ممن يشار إليه بالعلم ويعلمون أنه فعل ذلك عن علم فإنهم سينتفعون بهذا ويعرفون السنة. كما كان الناس في الأول ينكرون سجود السهو بعد السلام ويرونه مبطلا للصلاة، فلما عرف الناس ذلك وصار الأئمة يفعلونه صار أمرا مألوفا عند الناس ولا يستنكر. فالسنن الميتة ينبغي لطلاب العلم الذين يعتنى بقولهم وفعلهم أن يحيوها، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.